هتقابل ربنا هتقابله وهتلقاه هتلقاه. وبقول لكم اللي يقول انا عارف ان ربنا هيسألني وعارف هقول له ايه يبقى ما يعرفش ربنا. اي حد يقول كده يبقى ما يعرفش ربنا. اللي يعرف ربنا يقول يا رب استرني. قال الله ولمن خاف مقام ربه. لازم تخاف الموقف ده. لكن تقول لي عارف تبقى مغرور قوي. ده انت ما تعرفش الوقفة بين ايدين ربنا. انت ما تعرفهاش. ده انت لما بتقف قدام الاكبر منك ركبك بتترعش. اما لما تقف قدام ملك الملوك في امام رب غضبان. الانبياء نفسهم هيقولوا ايه؟ ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا الى غيري. نفسي نفسي نفسي. اذهب الى غيري. دعاء الانبياء والملائكة يومها رب سلم سلم. فليقول لك انا عارف يبقى ما يعرفش حاجة. ده مضحوك عليه. ساعة ما تقف قدام ربنا احسن حالاتك انك انت ما تقولش حاجة. اما لو اتحسبت هتدخل جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عزب. قالت يا رسول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض. ممكن بقى تفهم دين لوجه الله. افهم دين ان الانسان المسلم لما يجي يوم القيامة فيسدل الله على يدني الحديث يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة منه حتى يدخله في كنفه فيقرره بذنوبه. انا دايما بطلب ويا رب استجيب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا من اهل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ودايما اقول احنا لو اتحاسبنا هنتفضح. ملهاش حل غير انك تدخل ايه من غير حساب. اما لو اتحاسبت قولي لا لو اتحاسبت هنجح. لا من نوقش الحساب عذب. العبد المؤمن ربنا يقرر بذنوبه. الرب 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 قرب. طب هاتها من الاول تاني. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. المحامي اللي مغششك الكلمتين دول انا عارف ربنا وعارف هقول له ايه مش هيبقى معاك. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة. كل واحد جاي لوحده. كل واحد يسئل لوحده. تعالى واقفين صف كده زي ما سيدنا النبي قال صلي عليه. ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. صف. ينفذهم البصر يعني تبص كده تجيب اخرهم. صف واحد. وينادي المنادي من قبل الله عز وجل.